الاحتفالات براس العام في المغرب كتدوز كباقي الدول، سيرتو كباقي الدول العربيه والاسلاميه كتكون احتفالات عاديه، الناس كيحتفلوا كما باقي الدول كاملين، يعني كتكون احتفالات، يعني الناس كيشريو الحلوى وداك الشيء وكيفرحوا وكيحتفلوا وكيجمعوا الاصدقاء والاحباب والعائله، وكتكون الفرحه فرحه يعني ديال انتهاء راس السنه الهجريه، راس السنه الميلاديه. وهي في الحقيقه ما كتزيدش على دول اخرى، يعني عاديه بالنسبه للراس العام. حنا ما كنحتفلوش به، الاغلبيه الساحقه في المغرب كتحتفل به، كياخذوا الحلوى، ولكن بالنسبه لينا في الاسره ديالنا حنا ما كنحتفلوش به. لحقاش هذا ماشي العيد ديالنا، حنا عندنا اعياد دينيه ديالنا، وما عندهم اعياد دينيه ديالهم، دونك هما يحتفلوا بالاعياد ديالهم وحنا نحتفلوا بالاعياد ديالنا، شي اللي كاين. بالنسبه لنا حنايا في راس العام بحال اي عام كنا كندوزو، بحال هاد العام نيش كندوزو مع الدار. انا شخصيا بعدا ما كنبغيش نخرج وما كنخاف من المشاكل، فهمتي؟ تما في السيطاش نخرج نمشي لاي بلاصه، وفي اي بلاصه بغيت وكنمشي نمشيش نتفادى المشاكل على قبل الوالديا. واصلا راس العام ملي تدوزو مع داركم تحس بواحد الفرحه وواحد الطعم ديال، كتشوف والديك فرحانين وانت معاهم ومرتاحين من واحد الناحيه، ديال انك راه كيقولوا بان ولدنا الكبير راه ما خارجش، راه حدانا صافي، باش نحتفلوا كاي الناس. كناخذوا حلوه كالناس وش نتسناو حتى حنا ديك 12، وكنتفرجوا في السهره اللي كدوز في التلفازه، داكشي كيكون مزيان صافي. مبروك السنه الميلاديه على جميع المغاربه، وهاد السنة الميلادية خويا كيحتفلوا بها غير الأجانب والنصارى. بالنسبة حنا العيد ديالنا هو كنعرفوا العيد هو العيد الكبير والعيد الصغير والعواشر العادية، أما هاد السنة هادي كاين اللي كيحتفل كاين اللي ما كيحتفلش على حسب، وهاد السنة خاصة بالأجانب والنصارى، هذا الشيء اللي كنعرف أخويا. شنو بعض المرات كنحتفلوا بعض المرات ما كنحتفلوش، على حسب الوقيته فين كيجي فهمتي. بعض المرات كيجي في وقت بريباراسيون كذا ما كنحتفلوش، بعض المرات كيجي في الايام العاديه راه كنحتفلوا عادي، احتفال عادي حلوه صافي لي زامي كذا صافي، بعض المرات العائله. حنا اصلا كنحتفلوا يومي، ما كنحتاجوش تعيد راس السنه باش نحتفلوا.